الانجليزي في مباراة رقم 15 الحكم الزامبي في هذه اللحظات سيعطي إشارة انطلاقة هذه المباراة لصالح المنتخب الإيفواري بأربعة من اللاعبين المتميزين بقيادة كيسي وسط ميدان نادي أتلانتا فيركاني مع تراوري على الجهة اليسرى ومع كانون يلعب في الدوري الهولندي وإيريك بيني اللي عنده الكرة الآن مدافع نادي مانشستر يونايتد في مباراة رقم 20 مع منتخب كوت ديفوار تنتقل إلى ستوك سيتي. طبعا منذ رحيل جديد دروب المنتخب الإيفواري لم يرتكز ويسترد على قلب هجوم في اوبا بابا جول. يا سلام على اللعبة ويا سلام عليك يا كيفانو نيسكينش كيفانو يفتح مجال التسجيل لمنتخب الكونغو الديمقراطية. استلم كرة داخل منطقة العمليات سدد كرة أرضية زاحفة كيفانو مفتتحا مجال التسجيل لصالح منتخب كوت ديفوار. يا له من لصالح منتخب الكونغو يا له من جول بوم حطها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس كوبونو مفتتح مجال التسجيل لصالح عناصر منتخب جمهورية الكونغو. يا سلام نيسكينس في رابع أهدافه مع منتخب بلاده في مباراة الخامسة عشر لاعب نادي فولهام. يا سلام عليك ويا سلام على هذه التسديدة الأرضية. نعم هو يقول لنفسه يا سلام على هذا الجول ونحن نقول لحارسه عندما يأتيك أوكاني هكذا من بعيد عملاق بهذا الشكل اكيد تنزعج. على جالي من الانطلاقة ايفواريا مرة ثانية البحث عن بوني وبا با 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 با. يا لها من تمريرة اولا ويا لها من راسية من بوني. اول فرصة خطيرة للايفواريين عند الدقيقة 23 ويلفريد بوني كاد يفعلها خلف المدافع. وين رحت انت وين؟ كاد يفعلها من امام المدافع ميرفي بوب ويعدل النتيجه للمنتخب اليمنى. جراديان وصل عليه سيرجوري والتغطيه الرائعه من قبل اللاعب كوكو. فريتزا صار على الجهه اليسرى وجراديان تحول الى الجهه اليمنى وايكوكو كان رائعا اغلق مرماه وغطى منطقته كما ينبغي. ماكس جراديال لاعب نادي بورنموث في تنفيذ هذه الركنية بابا جول فعلها ويلفريد بوني ارتقى فوق الجميع بل سبق الجميع. جراديال حطها لك في الراس يا بوني يسجل هدفه الخامس عشر مع منتخب كوت ديفوار. يا سلام جول من ركنية ثابتة باغت الدفاع الكونغو الكونغو الذي يتمتع لاعبوه بقاماتهم الطويلة اختلال في المتابعة والمراقبة. بوني ارتقى حطها على يسار الحارس جول وهدف التعديل لكوت ديفوار. يا لها من مباراة قوية لحد الآن هدف لهدف بين جمهورية الكونغو وكوت ديفوار. هذا الذي كنت أقول عنه بأنه ليس مهاجم صريح أو قلب هجوم صريح ولا يتفوق في الكرة العالية. بوني يكذبني ويسجل هدف التعديل لمنتخب كوت ديفوار من رأسية من ركنية من كرة ثابتة أمام دفاع يتفرج. هدف التعديل جاء في الدقيقة. إريك بيني بالرأس يخطئ هنا في تقدير الحكم من أمام بوكاني حكم المباراة يقول خطأ لمنتخب جمهورية الكونغو الذي تراجع شوية منذ سجل الهدف. تراجع هو وبعدين رجع كذلك منتخب كوت ديفوار شيء طبيعي. كرة بعيدة مرة ثانية رايح الكرة على الجهة اليمنى خطيرة لصالح موبيلي وبابا جول. يا سلام على موبيلي ويا سلام على كابانانغا يسجل ثاني أهدافه في هذه الدورة. كابانانغا عند الدقيقة 28 دقيقتان بعد تعديل النتيجة لمنتخب كوت ديفوار موبيلي غير المكان مع كابانانغا. كابانانغا راح من هناك وموبيلي جاء من هنا استلم كرة رائعة ارفعها في القائمة الثاني وجدت رأس جونيور كابانانغا مسجلا الجول الثاني. هذه التمريرة كانت من أروع ما يكون نسوه خلفهم في القائمة الثانية ارتقى بالرأس حطها في الجول. يا سلام يا سلام كما أعشق وأحب مثل هكذا أهداف تسجل بالرأس في القائمة الثاني بالدقة والبراعة وكذلك الروعة الكبيرة جدا في التسديد بالرأس وتسجيل الأهداف ارتقى وتوقف
الدقيقة الثامنة والعشرين. رائع انتهاك كابانانكا الذي يلتحق بقائمة الهدافين ويسجل الهدف الثاني له في هذه الدورة. كابانانكا لم يفرح كثيرا الإيفواريون الموسم. كرة في المخالفة إيفوارية. دخلنا الخمس دقائق الأخيرة الآن مشاهدينا فاضل من عمر اللقاء عن طريق سيرجيو ري في تنفيذ هذه المخالفة. وري يستعد جدار قوي وري وما تم في المكان المناسب يلتقط الكرة بكل سهولة. كرة كانت لم تكن فيها القوة اللازمة. جاني سيكاسوي الذي يدير هذه المباراة. كرة في المخالفة لصالح ماكس غراديل. دائما سيتعب المنتخب الإيفواري من أجل التعديل. يا سلام يا سلام على هذه الكرة الراسية أمام دفاع يتفرج. كاد يفعلها المدافع سيمون ديلي ويسجل أول أهدافه مع منتخب بلاده كوت ديفوار مباشرة بعد دخوله. أوي أوي أوي. سبق المدافعين كلهم. قطع الطريق على الكرة وضربها بالراس اتجاه مدافع الحارس لما تمضي على دفاعه تماما. ناحية موبيلي استلمها. موبيلي خطير. موبيلي يبحث عن المراوغة. موبيلي مازال. موبيلي راوغ. موبيلي دخل. اوه موبيلي اوه مازال. اندومبي موبيلي كان يفعلها يسجل الثالث. استلم كرة مرمي الأول ثم الثاني ثم دخل ثم سدد كرة راحت عالية. كاد يفعلها اندومبي في مرتين. واو لولا عودة موفقة لفرانكيسي وعطل هنا موبيلي لكان يكون الهدف الثالث. فرانكيسي وسط ميدان نادي أطلانتا هو اللي عطل اللاعب اندومبي موبيلي. هذه المخالفة من حوالي 30 متر. كيبارو يستعد. كيبارو يتقدم. كيبانو كرة في الركنية بعدما ضربت في حتى في لاعبي منتخب كوت ديفوار في ماكس غراديل الذي يشجع في الوفقاء وعلى العودة في النتيجة. صعد 9 أهداف مع منتخب كوت ديفوار. كيبانو هو الذي يتولى تنفيذ هذه الركنية مسجل الهدف الأول الرائع. الهدف الثاني كان أروع. 3 أهداف سجلت في ضرب 26 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة. كيبانو في تنفيذ الركنية بالرأس ولكنها بعيدة. خايفين الإيفواريين من الكرات الثابتة من اللاعبين العملي في الخلف. هذا مارسيل تيسيرون. غراديل. غراديل يبحث عن المراوغة. دخل غراديل. يوصل غراديل. اطلبها زها. غراديل يلعبها في الوسط. كرة خطيرة للمنتخب الإيفواري عن طريق سيريديو. والحارس بروعة. اللاعب ديكوريم سيريدي صاحب هذه التسديدة. هنا في خطأ آخر. شيخ ديكوري أو سيريدي كان وراء هذه التسديدة. أعتقد شيخ ديكوري هو اللي سددها. استلمها في الوسط. التسديدة من بعيد والسد الرائع من ماتامبي. نعم التسديدة كانت من شيخ ديكوري لاعب نادي ماتس. والكرة في المخالفة للإيفواريين. تعبنا من الإيفواريين. انهكهم الكونغوليون في هذه المباراة. لحد الآن كرات الداخلة المقوصة صعبة كثير من غراديل. دائما اختصاصي بتنفيذ الكرات الثابتة للمنتخب الإيفواري من هناك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس ماتامبي. حارس تيبي مازامبي. الكرة في المخالفة. لا 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 بعيدة بعيدة كثير بعيدة كثير. هاي الكرة والتوغل عن طريق لاعب جيسي. با 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 جول. اوه هدف التعديل كم هو رائع يا سيريدي. يتمكن من تعديل النتيجة عند الدقيقة 67. منتخب كوت ديفوار يعود من بعيد ويعدل النتيجة. لم تبتسم عندما سجل منتخب بلادك. كيف لك أن تبتسم عندما تمكن الإيفواريون من تعديل النتيجة؟ الابتسامة عند ميشيل دوسير المدرب الفرنسي. قرر لوحده سيريدي أن يتوغل ويسدد الكرة. ضربت في المدافع وباختة الحارس ماتامبي.
يعدل النتيجة هدفان لمثله ما بين كوت ديفوار ومنتخب الكونغولي. عند الدقيقة 67 تمكن سيري دي من تعديل النتيجة، هو أول أهداف سيري دي مع منتخب بلاده. تصوروا معي في مباراة رقم 35 وسط ميدان نادي بازل، لاعب من حيث عدد المباريات مع المنتخب يقترب من العدد 100، اليوم عنده 92 مباراة. كرة على الجهة اليمنى لصالح المنتخب الإيفواري في اتجاه سيرجوري، يلعبها فيها الوسط ناحية سيري دي مسجل هدف التعديل، تلعب على الجهة اليسرى كرة خطيرة للمنتخب الإيفواري. يا ويلفريد صار، يا ويلفريد صار، أين المنتخب الإيفواري؟ طبيعي أنه يتعب من المجهودات الكبيرة التي بذلها، يتعب من الشوط الأول المتعب والمرهق من أمام المنتخب الكونغولي. بدنيا كان قوي، لكن قوة تقدرش يوزعها على المباراة، قوة لا تفوق ساعة لعب يعني، بعدها بدا ينهار بدنيا والآن يتحمل في أمام المباراة. إطار تغيير ثالث مع دخول اللاعب بولينج الآن في تشكيل. كرة في المخالفة إيفوارية، الدقيقة الأولى انتهت. هيلو الحكم قال وضع تسلل، يا سلام على اللعبة ويا سلام على الجول في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة. الحكم المساعد ينقذ الكونغو الديمقراطية من هدف ثالث قاتل. مين جبد هذا، مين حصل هذه الوضعية بالمليمتر، صيدها الحكم المساعد. نعم كنت.